والآن ينضم إلينا الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة دكتور نذير عبيدات. أهلا بك دكتورة في قناة المملكة. كيف تقيم اليوم الوضع الوبائي في الأردن؟ شكرا. لا شك أنه يستمر الوضع الوبائي بأن يكون وضعا جيدا ومريحا ومسيطر عليه، وبالتأكيد أن انتشار المرض داخل المملكة هو يعني بالحد الأدنى الموجود على الواقع، وأعتقد أنه لا يوجد انتشار إلا بالحد الأدنى، لأنه يعني كما تعلمي سجل يوم أمس حالة محلية وهذا أمر متوقع في ظل وجود انتشار واسع للوباء عالميا. نعم. إذن الحمد لله يعني الوضع الوبائي ونسبة انتشار المرض في داخل المملكة هي قريبة من الصفر بالتأكيد، لكنها بين الصفر والواحد، وهذه هي نسبة متدنية جدا، وبالتأكيد مؤشر جيد في ظل وجود عدد كبير من الفحوصات المخبرية العشوائية التي تتم بشكل يعني صحيح عشوائي، لكنه يعني موجهة للفئات المتوقع أن يكون هناك فيها انتشار. نعم، سنأتي على ذكر ونتحدث بالخصوص الفحوصات العشوائية، لكن دكتور كيف تفسر اليوم ظهور حالات بشكل متقطع في الأردن بين أيام متقطعة أيضا؟ صحيح، يعني هي إذا هناك في عدة أو في تصنيف أو مراحل للوباء العالمي، ونحن يمكن أن نكون في المرحلة الثانية، لأنه حتى نكون في المرحلة الثالثة يجب أن يكون هناك أكثر من بؤرة هنا وهناك للإصابات، لكن كما تلاحظي لا يوجد بؤرة حقيقية. يمكن أن يكون هناك يعني حالات منفردة هنا وهناك، وهذا يعني يجعلنا أكثر في المرحلة الثانية وليس في المرحلة الثالثة، وهذا أمر جيد ويعني يؤشر إلى وضع وبائي جيد ومسيطر عليه، وهذا هو أقل ما يمكن في ظل انتشار سريع لهذا الوباء عالميا، و حتى الدول التي شهدت انخفاض بسيط في الحالات لفترة معينة في الأسابيع الماضية عادت عدد الإصابات وارتفع فيها من جديد عندما قامت بتسهيل بعض الإجراءات في تلك الدول. نعم دكتور، كما تعلم هناك بعض المصابين تظهر عليهم علامات أو أعراض المرض، لكن هناك بعض المصابين لا تظهر عليهم أعراض المرض. كم نسبة المصابين الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا؟ يعني هون يمكن الإجابة تكون بوجهين أو بطريقتين. تفضل. إذا كنا نتحدث عن الإصابات المؤكدة فبالتأكيد أنه نسبة الإصابات التي لم تظهر عليها أي أعراض في وقت التشخيص هي زادت عن 50%. هناك بعض الفئات التي لم تكن هناك أعراض بوقت التشخيص لكن بعد ذلك ظهرت عليها أعراض، وهذه الفئة مختلفة، لكن أيضا إذا يعني أكثر من 50% نستطيع أن نقول في الأردن، وهذا يعني يتماشى أيضا مع ما لوحظ عالميا بأن هناك نسبة عالية جدا من الإصابات التي لا تظهر عليها شكوى أو تكون الشكوى طفيفة جدا بحيث لا ينتبه إليها المريض. المريض. هل هذا يقودنا دكتور اليوم أن أرقام الإصابات ربما تكون أعلى بكثير من الأرقام التي سجلت؟ بالتأكيد، وهذا ما أثبته أو أثبتته الدراسات المتنوعة والكثيرة التي قامت فيها كثير من دول العالم، والتي بينت من خلال الأجسام المضادة التي اكتشفت عند أناس كثيرين لم
تظهر عليهم أي أعراض ولم يكون يعلموا بأنهم أصيبوا بمثل بهذا الفيروس، وربما تكون يعني الأعداد تزيد عن يعني أضعاف. وعلى سبيل المثال يعني مدينة نيويورك بعد تعرضها لأعداد كبيرة من الإصابات وتم إجراء دراسة للأجسام المضادة، تبين بأن حوالي 20% من مواطني مدينة نيويورك و10% من ولاية نيويورك كان أثبتت هذه الدراسة وجود أجسام مضادة، مما يعني أن هناك ضعف الإصابات قد تكون موجودة في كل دول العالم دون أن يعلم بها أصحابها بسبب عدم وجود شكوى وأعراض لهذه الإصابة. الأردن لا نستطيع أن نجيب حاليا بالرغم من وجود دراسة هي في لم تنتهي لغاية الآن، لكن نأمل أن تنتهي هذه الدراسة بعد فترة ليتبين نسبة الأردنيين الذين تظهر عليهم الأجسام المضادة لهذا. يعني أعتذر على ضيق الوقت، لكن بعجالة دكتور، هل من جديد على بروتوكولات العلاج أو الحجر؟ وهل هناك أي تعديل على الحجر المنزلي؟ الخطة الوطنية ناقشت وتناقش باستمرار طبعا البروتوكول العلاجي، ويعني هناك تعديلات تتم كل وقت بحسب ما يظهر والدراسات التي يعني تقوم بها مراكز مختلفة عالمية، ليتبين أنه على سبيل المثال مادة الديكساميتازون هي أصبحت من البروتوكول العلاجي، لكن احنا بالأردن أصلا كان البروتوكول العلاجي حتى قبل ظهور هذه الدراسة يعطي المرضى هذه المادة بشكل مختلف عن الدكسا، هو اسمه ميثيل بريدنيزولون، وهي نفس المادة التي تحتوي مادة الكورتيكوستيرويد. مع ذلك هناك جدل كبير عالميا بما يتعلق بعلاج الهيدروكسيكلوروكوين، وهو العلاج الذي كان يعطى لمرضى الملاريا والذي لم يثبت لغاية الآن يعني وجود نتائج إيجابية ملموسة، لذلك تم الاستغناء عنه من في البروتوكول داخل الأردن كما استغنت عنه معظم دول العالم. شكرا لك الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة دكتور نذير عبيدات، شكرا لك.